يوما وطنيا لفن الملحون. وقلت في السابق بأن حفلنا كبر وفاق كل التقديرات بحضور هرم من أهرام هذا الفن، بحضور موسوعة فن الملحون، بحضور رجل نذر حياته لخدمة الفن والفنانين خاصة في فن الملحون، فأبدع إيداعيا وتلفزيا ومسرحيا وإنشادا ونظما وفي جميع المجالات التي تتفرع عن فن الملحون. وأدعوكم مرة أخرى للوقوف جميعا والتصفيق بحرارة لهذا الرجل الذي شرف مدينة مكناس، الحاج أحمد سهوم. في كل كلماته وفي كل تدخلاته لم نجد سوى الإشادة بجمعيتنا، ونحن فخورون ومعتزون بهذه الشهادة التي نضعها وساما على صدر جمعيتنا وإكليلا على رأس رئيس جمعيتنا الأخ عبد الصمد بن حمان. كانت كلمة سيدي أحمد سهوم بالأمس ارتجت لها الأسوار المحيطة بنا في هذه الساحة، وهو اليوم سوف يتناول الكلمة. لسنا ندري ما الذي تشتمل عليه هذه الكلمة، لكن لنكن متيقنين ولنصدق أو لا نصدق كل ما يتفوه به سيدي أحمد سهوم يعتبر مرجعا لأهل الملحون وللفنانين والمسرحيين والمنشدين ولكل المغاربة، فهو فخر لنا دائما في ظل رعاية ملك شاب. نبارك كل مبادراته التنموية ونؤكد تجندنا جميعا وراء جلالته لخدمة هذا الوطن ولخدمة شباب هذا الوطن. فهنيئا لنا ملكنا المفدى، وهنيئا لنا هذا الرجل الكريم الذي جاد بالحضور معنا هنا في هذا الحفل البهيج. وأعطي الكلمة لسيد أحمد سهوم، فليتفضل سيادته مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله الطيبين وصحابته الخيرين. أما وبعد وقبل ومع، أحيي للمرة العاشرة جمعية رحاب الإسماعيلية، وأسلم عليها سلام المسافر غدا. هذا الملحون يفيد الإنسانية جمعاء، وليس المسلم فقط ولا المؤمن فحسب، ولأنه يفيد الإنسانية جمعاء فهو مزركش، فيه إشعاع من القرآن الكريم، فيه إشعاع من الحديث النبوي الشريف، فيه إشعاع من الأدبيات الصوفية وليس المتصوفة، لا الصوفية طبعا بطبيعته، فيه الأمداح النبوية،
فيه الخبريات، فيه العاطفيات، فيه الهزليات التي يجتمع فيها الجد بالهزل، وفيه النقد، ينتقدون بعضهم، وهو ما نسميه العرض. إلا أنني اليوم سأترك كل هذه الأشياء. والظهر طويل وحمارة، قالوا مشاية. يا سلام عليك. مازال نعود نتلاقى إن شاء الله، لأن الله ما عنده ما يدير بيا تما، غادي يخليني هنا حتى نعدي مهمتي أحسن أداء إن شاء الله. قال الله تبارك وتعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. رجل جاء من أقصى المدينة، وأقصى المدينة وما أطرافها ما كيكونوا غير مدن القصدير، وما كيكونوا غير النوايل، وما كيكونوا غير العشاش. هذا جاء من أقصى المدينة، ما جاش راكب على ناقة ولا على جمل ولا على عود، ولا شرف الله خضركم حتى على حمية. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، كيجري على رجليه من أقصى المدينة إلى المكان اللي كانوا قوموا كيتجادلوا فيه مع المرسلين، والقصة معروفة في سورة ياسين. أول ما هو قال عليه الله تبارك وتعالى: رجل، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. فالرجولة مواصفات، ليست هي الذكورة ولا هي الفحولة. الرجولة إباء، الرجولة شمام، الرجولة عزة نفس، الرجولة مروءة. أول ما جاء هذا الرجل حتى قومه قال: يا قوم اتبعوا المرسلين من لا يسعدكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بشر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يوقدون. إني إذا لفي ضلال مبين. ودار المرسلين قال لهم: إني آمنت بربكم فاسمعون. ماذا جرى؟ قتلوه بالركلات واللكمات والعصي. فقال له الله تبارك وتعالى، ماذا قال له؟ أنارني في جدل ربما انسى. قال: ادخل الجنة. قيل: ادخل الجنة. قال: لأنه رجل فيه مواصفات الرجولة. قال: يا ليت قومي، يعني وخا قتلوه وخا ضربوه وخا، هو دخل الجنة بلا حساب، دخل الجنة بلا وزن الحسنات في الميزان. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. لأنه رجل تمنى قومه يكونوا معاه في ذاك الجمال، في ذاك الكمال، في ذاك الروعة. وبالمقابل سيوصف الله وحده غير ذكر، ماشي رجل، ما قالش عليه رجل. قال: أو كالذي مر على قريتي، أو كالذي، أنا طفل عشت ماشي محظوظ، ما عرف شيء، لا الكتاب ولا المدرسة الابتدائية ولا الإعدادي ولا الثانوي فما فوق، إلا غلط تجاوزوا عليا أرجوكم. هذا كيقولوا له الفقهاء أو فقهاء اللغة،
لعيسي بن موصول أو كالذي مر على قريتي، ما قالش أو كرجلين مر على قريتي، ما قالش أو كآدميين مر على قريتي، لا، قال أو كالذي مر على قريتي. علاش؟ لأنه هو كان في السوق كيتقدى لأهله ورجع من السوق على شي طريق ماشي اللي موالف كيمشي فيها، داز على واحد القرية مهدبة رايبة ما عرفت واش جاتها شي صاعقة أو شي برق أو شي رعد أو شي، اللهم لا نسألك رد القضاء وإنما نسألك اللطف بنا. على كل لقى ديك القرية مهدبة، تزر على الله، جرع على الله، قال ألا يحيي الله هذه بعد موتها. وكلمة عندنا كنقولوها إلا قالنا شي واحد راني جاي من الزيتون حتى للهديب هز حجرة في 100 كيلو، كنقولوا له ألا قادر تحملها. المهم فأماته الله بأن أقصرها معروفة بصورة ياسين طويل كطي السجل من الكتاب. الرجولة فيما ذكرها الله تبارك وتعالى كيذكرها بالعظمة بالروعة بالقوة بالجمال بالجلال بالكمال. قال رجلان من الذين أنعم الله عليهم، لاحظوا، قال رجلان من الذين أنعم الله عليهم، إوا نخليو هذا الشيء كله نتعداو شوية. الله ما قالش في القرآن الكريم الذكور قوامون على الإناث، وحاشاه أن يقولها. لو كان قال الذكور قوامون على الإناث، وأكرر وحاشاه أن يقولها، لو كان قال الذكور قوامون على الإناث يولي ماسح الحدية قوام على الأميرة خناتها اللي كان كيخليها مولاي إسماعيل لما كيمشي يهدع فتنة هنا وفتنة هنا وفتنة هنا كيخليها قائمة بشؤون الدولة. لكم قال الله تبارك وتعالى الذكور قوامون على الإناث، لكم راه قال معاشو قوام على مارغريت تاتشر على سوكارنو على أنديرا غاندي، لا، الله قال الرجال قوامون على النساء. ويسرني هنا أن أذكر